أشار سي جين بينغ إلى أهمية مواصلة دفع قضية تخفيف الفقر العالمية من أجل خلق مستقبل يتسم بالتماسك والاستدامة والتسامح، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في ظل التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا الجديد. وطرح سي أولا التمسك بأولوية التنمية وتعزيز التعاون التنموي وتقليص الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب، استرشادا بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. ثانيا تنفيذ سياسات شاملة ومتوازنة لمواجهة الفقر الناتج عن الوباء، وتنفيذ مبادرة تعليق الديون ومواصلة تقديم الدعم التمويلي اللازم للدول النامية، إضافة إلى دفع بناء البنية التحتية وتعزيز الترابط والتواصل. ثالثا خلق بيئة اقتصادية دولية جيدة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وتعزيز تخفيف الفقر ودفع التنمية من خلال التجارة، ومساعدة الدول النامية على الاندماج في السوق العالمية بشكل أفضل، إضافة إلى تمكين التقنيات الرقمية من المساهمة بدورها في تخفيف الفقر وتوفير المزيد من فرص التخلص منه للمجموعات الضعيفة مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب. وأكد سي جين بينغ على أن الصين ستحقق هدف القضاء على الفقر المدقع قبل 10 سنوات من موعده، مشيرا إلى أن أكثر من 700 مليون نسمة في الصين تخلصوا من الفقر خلال نحو 4 عقود منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. كما قال أيضا إن نسبة مساهمة الصين في قضية تخفيف الفقر العالمية تجاوزت 70%، وإن الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول لبناء عالم جميل ذي تنمية مشتركة لا فقر فيه.